بالنسبة لي كل مرحلة من حياتي بتمحي المرحلة الأولى. إحنا موت وحياة دائمين في النهاية. كمال جملات رئيس حزب التقدم الاشتراكي. Vous savez, moi je me défends d'être musulman ou chrétien. Et ce que j'ai tenté toujours de faire, c'est de faire sauter le mur pour avancer. فالحرية الديمقراطية والحريات الفردية كلها أصبحت ضرورة ماسة في جميع الأنظمة العربية. Enfin, réellement parlant, on ne meurt pas, n'est-ce pas, puisqu'on passe. C'est le corps qui meurt. زمان كنت قريت كتاب إيغور تيموفييف عن كمال جنبلاط ولقيت أنه هالشخصية كتير خارج فيلم قد ما أنها متشعبة وقد ما أنها غنية وحبيت كمان لأنه سبق وتم معالجة كمال جنبلاط بعدة سلسلات وثائقية وفي كتير كتب عنه حبيت أدخل عليه من خلال كتاباته من خلاله هو وأتساءل لو هو موجود كيف كان ممكن يخبرنا قصته كيف كان ممكن هو يعمل المقابلة مع نفسه وبما أنه غالباً كمال جنبلاط كان دايماً يقول أنه الهدف أنه الإنسان يتحول لشاهد عن نفسه اتسألت كيف ممكن كمال جنبلاط يكون هو الشاهد على حياته وهذا الشيء أدى إلى فترة أبحاث كتير كبيرة لخلي كمال جنبلاط استناداً على البحث بالأرشيف بكتاباته وخاصة أنه في كتير مؤلفات هو فعلياً يخبر كل سيرته بالنسبة لي كل مرحلة من حياتي بتمحي المرحلة الأولى إحنا موت وحياة دائمين في النهاية كمال جملات رئيس حزب التقدم الاشتراكي كمال جنبلاط كمان في شيء ملفت أنه كان كل سنة تقريباً يروح على الهند وكان في الجرو تبعه بالهند رحنا صورنا هناك رحنا تحديداً على جنوب الهند على كيرالا وعلى مدينة تريفاندروم اللي هي كانت غالباً محطة أساسية بجولاته الهندية واللي كان يقعد فيها أصلاً لفترات Vous savez, moi je me défends d'être musulman ou chrétien. Et ce que j'ai tenté toujours de faire, c'est de faire sauter le mur pour avancer. فالحرية الديمقراطية والحريات الفردية كلها أصبحت ضرورة ماسة في جميع الأنظمة العربية. أنا بتمنى أنه خاصة كل الأجيال الجديدة تحضر هذا الفيلم لتتعرف على هذه الشخصية الفريدة بتاريخ لبنان الحديث عرض الفيلم ببلش ب 14 أيار بصالة السينما ببيروت وبتكون هي مناسبة كمان لنرجع نفوت على تاريخنا المتشعب خاصة هذا التاريخ المعاصر اللي دايما مختلفين على كيفية كتابته نفوت عليه دائما من زاوية الأفلام. Enfin, réellement parlant, on ne meurt pas, n'est-ce pas, puisqu'on passe. C'est le corps qui meurt.
إذن شفنا هالروبورتاج حول فيلم كمال جنبلاط الشاهد والشهادة يلي بيبدأ عرضه ب14 أيار في الصلاة اللبنانية، ولكن نهار الأربعاء بالستة أيار رح بيكون العرض الأول لإله بدعوة من رابطة أصدقاء كمال جنبلاط هالفيلم للمخرج هادي زكاك. بسعدني استقبل في الاستوديو الكاتب والصحافي بيير أبي صعب. سيس بيير مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. في هذا الحوار رح ننطلق من الفيلم الوثائقي حول كمال جنبلاط لنحكي عن الأفلام الوثائقية والروائية التي تتناول سيرة حياة الزعماء والسياسيين كان على الصعيد العربي أو على الصعيد العالمي. بداية شو أول انطباع ربما أو أول وجهة نظر كونتها من خلال هذا التقرير؟ وبعرف أنك أنت من المتابعين للشغل هادي زكاك. صحيح، شوف الإيقاع حلو وفي شاعرية، واضح أنه في أسلوب هادي اللي بنعرفه اللي هو إعادة بناء الأرشيف. هادي عنده هيك معادلة، عنده وصفة كتير ذكية وحلوة وبتنتمي لجيله اللي هو جيل عم يبحث بالذاكرة. هادي ولد بال74، هذا جيل اللي ولد مع الحرب وأرجع خلصت كبر بده يفهم شو صار، ففي شغل أركيولوجيا، في حفر بالذاكرة تبعيتنا، والذاكرة جزء منها هو الأرشيف. فإعادة استعمال أرشيف له علاقة بمقابلات مع كمال جنبلاط وكذا بهالطريقة هاي، هو أسلوب هادي اللي هو كتير حلو. والشغلة الثانية أنه اختيار كمال جنبلاط، يعني أنا رأيي أنه اللي بيعرف هادي زكاك، اللي بيعرف همه مواقفه من الطائفية تحديدا، مواقفه من التاريخ، عنده فيلم اسمه درس في التاريخ بيحكي عن كتب التاريخ، راح صور بخمس مدارس مختلفة كيف بيدرسوا التاريخ. في عندك خمس بلدان مختلفة، في قناقضات تمام، يعني كل واحد خمسة لبنان مش لبنان واحد. وبالتالي حلو انه هون كمال جنبلاط هو هي الشخصية اللي بتجذب هذا الجيل، لانه طلع من طائفته على الوطن، على العروبة، على العالم، على الفكر الوجداني، على الفلسفة. وبالتالي بعتقد انه عنده قدرة، وانا مراهن انه بفيلم هادي زكاك نرجع نكتشف كمال جنبلاط الزعيم السياسي الذي نفتقر اليه في هذه اللحظة. الزعيم اللي كان ضد الطائفية، اللي دعم احزاب العلمانية، الزعيم اللي قال مثل ما بقول بالفيلم، بيقول انا بمنع حالي كون مسلم او مسيحي. يعني اذا بدك هاي منارة حلوة. هاك الحل المميز بهذا الفيلم انه منه فيلم وثائقي تقليدي، يعني في شهادات أو أحاديث مع أشخاص عايشوا أو عرفوا كمال جنبلاط، في فقط حديث لوليد جنبلاط عن والده، وبيت ما بقى في أحاديث من الأرشيف للزعيم كمال جنبلاط، وكأنه هو يروي قصة حياته. حلو. يعني ما في ناس عم يحكوا عنه، في بس وليد جنبلاط حاكي عنه، إضافة لصوته وأحاديثه، هو عم بيروي قصته من خلال أحاديث من الأرشيف لأله. حلو، هذا شغل هادي على الأرشيف. نعم. فكرة. هلا في فيلم لمارون بغدادي اسمه تحية إلى كمال جنبلاط، عمله السينمائي اللبناني الراحل مارون بغدادي. نعم. عمله بعد سنة من اغتياله بعتقد، إنه وآخر لقطة فيه بنشوف كمال جنبلاط عم بيتقبل التعازي، بتعرف أحد جنازات وكذا. نعم. طلع كتير حلو بالفيلم انه عم بيتقبل التعازي بحاله وبما كان يسمى هذا الحلم، حلم الحركه الوطنيه بهذيك الفتره، الحلم العلماني الوطني القومي اللي هو فلسطين بوصلته. يعني شفنا النقاش اللي كان عم بيصير عندك قبل بشوي، اليوم النقاش بمحل تاني، اليوم بيقول لك انا المسيحي بيطلع لي والشيعي بيطلع لي والدرزي بيطلع لي. كمال جنبلاط كان شايف لبنان فعلا بدور تاني، والعالم العربي والعروبي كله بمحل تاني. استاذ بيير، بدي انطلق من هالفيلم الوثائقي تحكي بشكل عام عن الافلام الوثائقيه والروائيه التي تتناول حياه الزعماء والسياسيين. بدايه الافلام الوثائقيه اللي بتتناول حياه زعماء وسياسيين، هل هي بخانه الافلام النخبويه ام بخانه الافلام الموجهه ام بخانه الافلام السياسيه ام شو؟ يعني شو؟ هل إلى كاتيجوري خاصة يما كيف؟ الفيلم الوثائقي تحديدا ما بيقدر، ما عنده هامش كتير شعبي. لا أنا رأيي حسب هون سؤالك على الشعبي أو النخبوي، هيدا حسب المخرج، حسب أسلوبه، حسب لغته، حسب قديه بيقدر يوصل للناس. بس لا، بالوثائقي بتقدر توصل للناس وتجذب الناس. قصدي ما عندك هامش لعب انك ترجع تعمل هالشخصية على ذوقك. بالرواية فيك تاخدها على محل يعني كتير. الخيال كتير محدود لأن الوثائق بده يكون واقع بالضبط. هلا بيقدر نشوف مثل ما مع هادي زكاك بتقدر تلعب بانه تخلي مثلا كمال جنبلاط يحكي عن حاله، بترجع انت بخيارك هاي اللقطة مش هاي اللقطة، هاي الكلمة مش هاي الكلمة، اخترت انك تسلط الضوء على جانب منه، ولكن بالاخر انت وثائقي عم تحكي عن حقيقة تاريخية. الفيلم الروائي بالعكس بياخدك على محل انت فيك تعيد قراءة الشخصية. يعني بعرف انه رح نحكي عنهم بس افلام لما فر منهم، يعني كيف تصور جمال عبد الناصر السينما المصري، كيف تصور السادات،
بأي لحظة تصور هون عندك هامش كبير يمكن تعمل شخصية تانية. ياما في أفلام سيرة إجوا أصحاب الميت أو أصحاب هاي الشخصية رفعوا دعوة أنه طيب. مش هيدا هو ما منعترف فيه. قبل ما أنتقل لهيدي النقطة، الفيلم الوثائقي اللي بيتناول حياة شخصية عامة أو 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 زعيم سياسي، طالما نحن حديثنا عن الزعماء السياسيين، هل يكون بالنهاية المنحة تبعه تمجيد أو لنقول تكريس أو تأليه ببعض الأحيان صورة هذا القائد أو الزعيم أو السياسي أو الشخصية العامة؟ قد يكون، بس إذا الفيلم كان بليد وهيك مدرسة وفي وعظ كتير الناس ما فيك تلقط الناس. يعني هذا التمجيد اللي عم تحكي عنه بينتبه لمدرسة الستينات والسبعينات اللي كان فيه هيدا الدعاية والبروباغندا من خلال. اليوم إذا منك ذكي، إذا ما قدرت تلقط شيء إنساني شيء حقيقي، حتى زلات الشخصية التاريخية اللي عم تحكي عنها ضعفة أخطاء ما بتجذب الناس. يعني الناس ما بقى بدها بطل إيجابي، بدها إنسان بيشبهها أكتر وأكتر. مش هيك بتشوف أفلام الروائية بتجرب بتلاقي الشخصيات الكبرى، يعني بناصر 56 بتشوف البي، بتشوف الرجال، بتشوف الزوج، بتشوف بنفس الوقت بلحظة تاريخية حاسمة هي لحظة تأميم قناة السويس اللي هي بذكرتنا القومية لحظة استثنائية. خليني أشوف مقاطع من ناصر 56 ومن أيام السادات قبل ما ندخل أنا وياك بالفيلم الروائي يلي يتحدث عن زعيم أو شخصية سياسية. أنا معاكم هنا موجود في القاهرة، ولادي معاكم هنا في القاهرة، ما طلعتهمش برا ومش هطلعهم برا، وزي ما قلت لكم بالأمس سنقاتل حتى آخر نقطة دم ولن نسلم أبدا. بنبني بلدنا، بنبني تاريخنا، بنبني مستقبلنا. النهاردة ده شعار كل مصري، احنا شعب مؤمن، شعارنا دايما هيكون الله أكبر. الله يقوينا، الله ينصرنا، سنجاهد وسنكافح وسننتصر بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أتقبل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. إن عدونا يتحدث اليوم عن السلام، ولكن شتان ما بين سلام العدوان وسلام الحق والحرية. يعني هون عم نتذكر أحمد زكي يلي راح بكير، ممثل جبار وممثل مبدع، وأدى هالشخصيتين والعديد طبعا من الأفلام السينمائية اللي كانت أدواره فيها جدا رائعة. أستاذ بيير، الأفلام الروائية التي تتحدث عن زعماء وسياسيين، هل تشترط ظروف معينة لإنتاجها أو إتمامها، خاصة بعالمنا العربي؟ يعني إذا ما بدنا نحكي عن قبل، إلى أي مدى قادر المخرج والكاتب والمنتج بظل واقع السياسي في العالم العربي قديش قادر يترحرح بنظرته برؤيته بخياله بسرده للأمور؟ شوف مثلا فيلم ناصر 56 نعمل بال91،
يعني ده كان له ميت أنور السادات 15 سنة عمليا 81 15 سنة كل وقت السادات كان عم ينحكى عاطل عن جمال عبد الناصر. لا كان صار له 15 سنة 81 اختيل ما هيك 81 لل 91 10 سنين نعم. 10 سنين حتى تقدر تظهر. نقدر نلاقي انه محمد فاضل اجا اخذ سيناريسته مع محمود عبد الرحمن فوز عبد الرحمن. يعني كان مستحيل انه بعهد نعم انور طبعًا السادات طبعًا ان ينجز فيلم سينمائي روائي عن عبد الناصر. كان عم ينعمل افلام سلبيه جدا عم تتهمه بتحمله مسؤوليه كل الهزائم وكل المشاكل والاخري. وبالتالي اذا بدك في لحظه تاريخيه نعم بيقدر المجتمع يتجرأ يرجع يفتح الملفات تبع الشخصيات الإشكالية الكبيرة. يعني كان كل الوقت الأفلام اللي عم تنعمل عم بيتم فيها التطرق إلى نواحي سياسية بعهد جمال عبد الناصر، كانت عم تنحكى من إطار دور المخابرات دور صلاح نصر يعني الكرنك وقص على ذلك المشير عامر وكل شيء. فإجا يعني هاي اللحظة اللي قدر فيها أحمد زكي يلعب فعلا دور يعني بالكاريزما تبعيته، يحط كاريزما عبد الناصر بالكاريزما تبع الممثل، بس كمان النص اللي عمله محفوظ عبد الرحمن السيناريو هي لحظة قدر المجتمع المصري والمجتمع العربي كان حاضر يرجع يكتشف هذا القائد بعهد مبارك بعد ما فعلا صارت هيدي القصة ما عادت لأنه كان طيف عبد الناصر ركبه للسادات يعني كان قزم حده وبينما مبارك كان في فترة كمان أيام السادات يلي نعمل الفيلم بعدين. هلأ هاي الإشكالية مثلا يعني أحمد زكي انبسط بنجاحه إلى حد انه انا بدي ركب شخصيه السادات فراح هو عامله للفيلم، بمعنى هو المنتج هو اللي عمل ضغط لينعمل، هو راح عند احمد بهجت قال له اكتب لي السيناريو وهون وقع بسقطه فظيعه. يعني انت بتشوف عبد الناصر الحقيقي على الاقل وجهه نظري بتعرف هون في وجهات نظر، بينما السادات بتشوف فيلم بروباغندا. سألت سؤال بروباغندا المرحله الاساسيه تبع السادات اللي هي كام ديفيد الاستسلام اللي هي قمع النخب حبس الاف السياسيين هذا كله مفكرين كله مش موجود بيحولوا لبطل 6 اكتوبر وهو هذا البطل اللي عم يعمل خطوه بطليه بالتاريخ. وبالتالي اذا بهالمحل هذا في سقطه حقيقيه بما يطلب المشاهد من انه يشوف قائده بلحظه. طيب هون قديش دقيق وحساس هذا الامر انه الفيلم السينمائي ان كان فيلم وثائقي او فيلم روائي هذا بيبقى دوكيمان يعني لكل الناس اللي جايين ولكل الناس الموجودين. لأي درجة دقيقة وحساسة القضية إنه إذا ما كان مكتمل إذا ما كان من نظرة موضوعية ومن نظرة حقيقية وأمينة ووفية للمرحلة التاريخية إلى أي درجة يشوه الوقائع ويشوه التاريخ؟ من زاوية التاريخ يشوهها فعلا، من زاوية سياسية تاريخية أكيد في خطأ، ولكن من زاوية فنية بتقول له الفنان بيقول لك أنا حر، أنا ما عم بعمل فيلم وثائقي، أنا ما عم بكتب التاريخ، أنا تساهلت مع نفسي واخترت اللي بدي إياه، أنا بحترم حرية المبدع أنه يروح وين ما بده يروح للآخر، بس بالآخر أنت بتحاكمه كناقد بتحاكمه كجمهور. بس الإشكالية الإشكالية الجمهور بيصدق أو ما بيصدق. الإشكالية أو السؤال الإشكالي إلى أي حد يحق للمخرج أو الكاتب أو المنتج أن يبدي الخيال أو اللحظة الدرامية أو الجمالية الدرامية على الواقع أو الوقائع التاريخية واليومية والسياسية؟ الفن يسمح، النزاهة التاريخية لا تسمح. يعني إذا بدك المنتج الظرف السياسي وظرف الإنتاج اللي حط المصريات واللي سمح واللي كان حاكم بهاللحظة كان بيناسبه هذا الخطاب، بس نحن بنعتبر انه عم بيزعبر اليوم مع المسافه بيزعبر علينا، وبالتالي يحق له. يعني ما فيك تروح على المحكمه تقول له انه بالاخر حكى عن السادات كما يراه. انا عم بقول هذا السادات تخيل اخدينه على محكمه دوليه لا هيدي بيطلع بريء اكيد فيها. فهي الفرق بدي بالنهايه الفرق بين الافلام الروائيه بالدراما العربيه او المصريه لانه اكثر شيء الدراما المصريه وبين السينما العالميه يلي تناولت موضوع الزعماء والرؤساء والسياسيين. وفي أفلام أمريكانية عن لينكولن عن The Iron Lady عن ترومان عن يعني في أفلام عديدة. شوف بالسينما الهوليودية في شغلة أساسية هي أنه أساساً الفيلم الهوليودي مفبرك بخطاب سياسي معين، تفوق الأمريكي الخير بيربع على الشر، وبالتالي دايماً أنت بتشوف لما بتشوف لينكولن بلحظة تحرير العبيد في نقاش كبير هل هو محرر العبيد فعلاً؟ يعني في نقاش بأمريكا المؤرخين في منقسمين حول الموضوع. بالفيلم بتشوف البطل الإيجابي الحقيقي اللي هو عظمة الأمة الأمريكية اللي برغم الرأي العام اللي كان ضد تحرير العبيد أخذ هو الريسك وراح فيها، يعني دفع جسده ودفع حياته دفاع عن قضية الحرية. هيدي حدوتها هوليودية، دائما أمريكا هي اللي بتبيعنا الحرية مش هي اللي بتستعبدنا مثل ما هو بالحقيقة. يعني عم بيطلع الخلاصة إنه السينما
طبعاً. ليست طبعاً. أمينة لا. دائماً لا. للواقع وللتاريخ بيتفاوت بين فيلم وآخر يعني أكيد في تفاوت أيرن ليدي أحلى حقيقي ببينها بحكمة لمارغريت تاتشر بطريقة حلوة فيلم عن مانديلا غير فيلم هل عندك بالسينما الأمريكية حالة أوليفر ستون أوليفر ستون راح كل مرة فتش وين في جرح وين في شيء بيوجعها لأمريكا بضميرها بحش فيها مثل جي اف كي مثلا اختي رجع فتح الملف وقال لا في مؤامرة حقيقية مش واحد مجنون قتله وعمل بنى هالقصة فنفس القصة يعني اشتغل على نيكسون بنفس الطريقة عمل عم نشوف على كل حال مشاهد نحن عم نحكي عن ايرون ليدي مزبوط واشتغل فعلا على جورج دبليو بوش فيلمه دبليو فيلم مزل إلى درجة لجورج بوش ولفكرة هذا المشروع النيوكون اللي هو المحافظين الجدد نعم. وكيف نظرتهم الاحتقارية للعالم الاستعمارية وإلى آخره أوليفر ستون حالة حقيقية بتطلع من الحدوتة الهوليودية يعني قدر يتجرأ يروح بعيد بس السينما الأمريكية بشكل عام هي سينما استعراضية يعني أنت بتشوفه بتتماهى معه بتحبه بتزقف له لازم يكون بطلك لازم يكون بلا عيوب هيدي هلأ السينما الأوروبية مختلفة تماما يعني عندك كتير حالات بالسينما الأوروبية بالسينما الفرنسية السينما البريطانية مختلفة وإذا كانوا زعماء أو شخصيات كبيرة يعني إنه عندك إديت بياف نعمل عنافين تولوز روتريك كانت سلمى حايك هون سلمى حايك لعبت دور استثنائي بفريدا كالو الرسام المكسيكي الشهيرة وبالتالي عندك دايما هامش بالسينما إنك تقدر تعطي البطل الإيجابي بس تعطي الحقيقة نعم. فهذا سؤال سياسي مين بينتجوا وليش وكيف وشو الخطاب اللي يعني في عدة عناصر تتداخل صحيح. بإعطاء الصورة يلي من خلال هذا الفيلم الدرامي أو الروائي عن شخصية سياسية أو زعيم معين في عدة ظروف وحسابات لنرجع لهذه زكاك أنه هذا الشاب اللبناني اللي من جيل ما بعد الحرب اللي عم بيتكبش بواحد كان علماني واحد جمع اللبنانية كان عنده رؤية عربية رؤية فلسطينية ونظرته أنه الحرب ما انعملت طائفيا أساسا بلبنان ولا كان الفلسطينيين هن السبب يعني قراءة كمان جملات حتى هذه يختار بين كل الشخصيات هيدي الشخصية هذا الزعيم ويعمل بدك ما في شيء بريء يعني أنت بالسينما بالفن ما في شيء بريء عم يعطينا أمثلة سياسية بس نحن منحاسبه كنقاد وكجمهور وكرأي عام إذا زعبر أو لا نعم. يعني إذا قال إنه كمال جنبلاط مغتيل مثلا عمل حادث السيارة لا إذا غير بالوقائع التاريخية نعم. بس أما القراءة فهو حرفيها نعم. بالآخر كسينما أنا بدي أشكرك بيير أبي صعب شكرا لك على هذه الإطلالة على كل حال هيدا الموضوع بيحمل ينعمل عنه حلقة كاملة فعلا فعلا وأنا بحب يكون في برنامجك دايما شقفة للثقافة فيلا وأنا كمان بحب أيوة شكرا لك أهلا وسهلا فيك مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني سأدخل إلى الفقرة الأخيرة في عيد العمال بدل المطالبة بحقوق العمال المطالبة بحق العمل في لبنان مع ازدياد نسبة البطالة من خلال روبورتاج رح نشوفه بعد الفصل الإعلاني وأستقبل رئيس التحرير موقع Arab Economic News فيولات غزال البلح.